هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس رمز الحضارة المصرية. نرحب السيد معالي سفير بنما وممثلي وزارة النقل وهيئة التنمية الاقتصادية بمنطقة قناة السويس والتوكيلات الملاحية والخطوط الملاحية والهيئات المصرية كلها في هيئة قناة السويس. وزي ما احنا شفنا النجاح له تمن وله عرق والجهد. قناة السويس الجديدة كانت الفكرة مصرية، تخطيط مصري، القرار مصري، التمويل مصري، التنفيذ مصري. فلنا ان نعتز بمصريتنا، ولنا ان احنا نفتخر ان احنا مصريين على هذا الانجاز في هذا التوقيت. لكن دي بدايه وليست نهايه، لان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الافتتاح قال دي خطوه من الف خطوه، لكن المهم انها تكون خطوه للامام وخطوه في طريق النجاح، وان احنا كمصريين ندعم النجاح وندفع في النجاح عشان ننتقل من نجاح الى نجاح باذن الله تعالى، وان تكون معاول البناء اكثر من معاول الهدم في مصر ان شاء الله. بنبتدي بنفسنا في قناه السويس ان احنا نسوع نفسنا. قناة السويس لازم تسوع نفسها وتعبر عن نفسها في جميع محافل النقل البحري في العالم. ما ينفعش ان احنا نقعد مكاننا فقط، لا، لازم نسوع نفسنا ونقعد مع اليوزرز او المستخدمين ونسمع منهم ويسمعوا مننا عشان نصل الى احسن استخدام لقناة السويس اللي حقق احسن عائدات لقناه السويس ويخدم حركه الملاحه العالميه. ففكره المؤتمر ان احنا نقعد مع المستخدمين ونقعد مع المستفيدين من استخدام قناه السويس ونقعد مع نفسنا احنا قناه السويس ونصل الى احسن فكر استخدام لقناه السويس في الفتره القادمه بعد ما نفذنا قناه السويس الجديده، وازاي ان احنا نخدم حركه التجاره العالمية. لان احنا في قناة السويس الجديدة لما بنوفر ساعات المرور بياخد من 11 ساعة، انا بقول للعالم خد بالك انا بوصل لك الغذاء بتاعك اسرع، اختصر لك الوقت، بوصل لك دوائك اسرع، قطع غيارك اسرع، وقودك اسرع. يعني مصر من خلال هذه الفكرة بتخدم العالم كله. كمان مصر لازم تستفيد من هذه الخدمات. احنا المؤتمر ده ان شاء الله هنتعرض لمحتوياته، بعد كده ادارة التخطيط هتشرح المحتويات الفنية للمؤتمر، لكن دي البداية ان احنا نقعد مع المستخدمين ونقعد مع المستفيدين نسمع ونستمع ونصل الى الحلول المثلى لجميع المطالب الخاصة بالعبور الملاحي في قناة السويس.